سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم على بركه الله حندير معكم حلوه تقليديه جزائريه معروفه بزاف في الاعراس تاعنا. حندير معكم حلوه التومه. حلوه التومه هي كفته بديكور التومه على بركه الله. يلا نخدموا هذه حلوه التومه مع بعض. الوغ حلوة التومة هي فيها زوج حاجات: عجينة اللوز والحشو الداخل كما للفواكه الكلاسيكية. الكلاسيكية. الو حاجة الأولى البنات، نبدأ نخدمو الحشو. الحشو لازم في التومة أو الفواكه الكلاسيكية لازم يكونوا بيان كونجلي. الو سي بور سا نبداو بها على بركة الله. نبداو في الحشو. الحشو عندي كيلة جينواز، أنا خدمتها معكم البارح، جينواز المعتمدة في حشو عجينة اللوز. درت كيلة جينواز كما راكم تشوفوا، رحيتها مع كيلة مكسرات. المكسرات شوفوا البنات نخلي شوية هكذا فيها، ماشي رقيقة رقيقة، باش كي نكونوا ناكلوا فيها نستبنوا هذوك المكسرات. نخلط الكيلة تاع الجينواز مع الكيلة تاع المكسرات تاع اللوز بيان سور. فوالا شوفوا الجينواز تاعي خفيفة بزاف، معتمدة نعاود معتمدة للحشوات عجينة اللوز. حندير معها كريمة الزبدة. كريمة الزبدة بدوق الفراز درتها هكذا يعني سبيسيال. تقدروا توسوها بدوق الشوكولا كي تكونوا طلعوا بها، تزيدوا 30 غرام شوكولا ولا تخلوها فاني. شوفوا كريمة الزبدة تاعي بسم الله ما شاء الله. رابط الوصفة ديجا درتها معكم، لكن رابط الوصفة البارح، رابط الوصفة تصيبوه في صندوق الوصف. فوالا انا كي درتها دوق الفراز، ماشي حنضيف لها الشوكولا. نزيد معها مغرفة جلوكوز. الجلوكوز هذا هو، شوفوا البنات الجلوكوز ندفيه في ميكرووند ولا حمام مائي، نرفد مغرفة ونزيدو في الحشو ديالي. شوفوا البنات فوالا ذو الجلوكوز هنا شغل حافظ، كأنه مادة حافظة. كي نخبو الحلوة تاعنا يبقى الحشو يقعد هو ما يتبدل ما والو. فوالا لا استعملتوه البنات يعني الحلوة تاعكم تستعملوها غدا من داك ولا يومين من بعد، ما كله ديرو الجلوكوز لأنه تمتم حتستعملوها. شوفوا كريمة الزبدة تاعي، نحاول نلم الحشو ديالي مع ود ما حبيتش ندير لها الشوكولا. نلم الحشو تاعي مليح حتى يولي على شكل عجينة. لنجاح حلوة التومة ولا أي فواكه كلاسيكية، الحشو لازم يكون بيان كونجلي باش تشدلنا كي نكونو نشكلو الفورما تاع الفواكه أو التومة تقعد شادة روحها. شوفوا بيسك عجينة كريمة الزبدة دوق الفراولة، شوفوا عطتنا اللون الوردي. فوالا هذه هي الوصفة المعتمدة في جميع حشوات عجينة اللوز. أباغ الفواكه طروادي خدمتها معكم في ليلة العيد المبارك اللي فات. فوالا نديرو الغناج او الشوكولا في الفواكه اللي بالشوكولا. شوفوا اي تشكلت لي على شكل عجينه، ما نزيدوش كريمه الزبده خلاص. شوفوا تشكلت لنا الله يبارك. هذه الكميه حنقيس 500 غرام كريمه الزبده نخبيها في كونجيلاتور. نوزن الحشو 25 غرام، جات 35 نقصو فوالا 27. فوالا نوزن الحشو تاعي 25 غرام، نروليها كدايا، ندير دي بول. شوفوا البنات ونحطهم بنفس الطريقة، نكمل نوزن الحشو ديالي. كملت درت كريات الحشو البنات،
نغطيها ببابي فيلم كما راكم تشوفوا هكذايا، هكذا مباشرة إلى المجمد. أنا نقول البنات المجمد يعني كونجيلاتور، ماشي لتحت حتى تولي ما بول غلاسي، تولي بيان كونجيلي عفوا. نخلوها لمدة يعني ولا كنتو مزروبين 4 سوايع على الأقل، سينو نخلوها ليلة كاملة. والان البنات ديروا عجينه اللوز، نورمالمون ما نعاودهاش، رابط الوصفه توجور تصيبوه في صندوق الوصف، لكن نعاودها خفيف ظريف. عندي 500 غرام لوز منحي على شكل غبره، يعادلها 500 غرام سكر ناعم، مغرفه جلوكوز، مغرفه لافاني، زوج مغارف مارغرين درت اوبلين، والشربات كسكر زوج كيسان ما 10 دقائق بعد الغليان. الوغ البنات نخلط سكر غلاس، فوالا نخلط سكر غلاس مع لافاني، ندير لافاني سواء دوكا ولا من بعد، نخلطهم مليح فوالا. الطبو تاعي فوالا، هذا هو الطبو تاعي اللي نرحي عند دايرات وشريتو سبيسيالمون باش نرحي اللوز اون بودغ. فوالا هكذايا نعاود هذاك الخليط بين سكر ناعم والمكسرات، نعاود واللوز مرحي اون بودغ، نعاود نرحيهم للمره الثانيه فوالا. باش تنجح لنا عجينه السكر نديرو هاد الطريقه، نرحيهم عفوا ونولي لكم مع سكر ناعم. حندير البنات زوج مغارف مارغرين دايبه حسب درجه المطبخ، واش معناتها نخرجوها من قبل في الجدار. نزيدو مغرفه جلوكوز في عجينه اللوز، شوفوا البنات فوالا، ضروري يكون ندوبوه شويه، نحاول ندخل المارغرين مع اللوز وال استغفر الله مع السكر ناعم فوالا. هكذايا تحبوا ديروا لها 3 مغارف ماء الزهر، تحبوا ما ديروا لهاش يعني اختياري. دوكا نلم الشربات حتى نتحصل على عجينه شربات تكون بارده، اكيد تكون بارده البنات ما تجروهاش فوالا. نبدا نضيف حتى نتحصل على عجينه، اني وسيت عجينه اللوز البنات شوفوها هكذايا. دوكا عجينه اللوز نحطها فوق طاوله العمل كالعاده باش تتعسلنا، نبدا نعجنها هكذا البنات لمده 10 دقائق. نحطها في بابي فيم، كيس بابي فيم فوالا. شوفوا عجينه اللوز ديالي، نحاول نسويها هكذايا ونحطها في كيس بلاستيكي مغلق بإحكام ولا بابي فيم، نغلق عليها بإحكام فوالا. ونحطها البنات في الثلاجة، ما نحطهاش في كونجيلاتور، نحطها تريح في الثلاجة. أنا جبت عجينة اللوز من الثلاجة، حنوزنها البنات 45 غرام، والحشو على بالكم وزنتو 25 غرام، راهو في الكونجيلاتور مازال باش نجبدو. شوفوا عجينة اللوز بسم الله ما شاء الله، نوزن 45 غرام، هاي فوالا جات سوا 45. ندير كوراية هكذايا ونحطها بنفس الطريقة، شوفوا الميزان يا الله جات سوا فوالا 45 غرام. بنفس الطريقة نوزن كامل عجينة اللوز تاعي ونولي لكم. أنا وزنت عجينة اللوز، نغطيها بابي فيلم بيان سور.
راني وزنت عجينه اللوز واني جبت الحشو من الكونجيلاتور. شوف راهو بيان كونجلي. رطل اللوز البنات دلي 25 حبه ثومه سواء في عجينه اللوز او الحشو ديالها 24 24، بوزن 45 غرام عجينه اللوز ووزن 25 غرام حشو حلوه الثومه. والان البنات نشكلوا الثومه تاعي كلش واجد، عجينه اللوز، الحشو تاعي، الورود تاعي ام ناشفين، الاوراق تاعي كذلك راهم ناشفين. عندي ناكري بلون دوري، شوفوا البنات ناكري بلون دوري كي تشوفوا هكا تقولوا بلون، هو يعطي اللون الذهبي. درتو في اناسيات، نحكم عجينه اللوز، نضغط هكذا على الكف تاعي، شوفوا البنات ما فيها تشققات ولا والو. نحكم الحشو تاعي، شوفوا راهو كونجلي. ضروري البنات الحشو في هذه الحلوه، حلوه الثومه او الفواكه الكلاسيكيه، يكون الحشو كونجلي باش يساعدنا باش نشكلوا الحبه تاعنا بعجينه اللوز. شوفوا نحاول نغطي كامل الحشو ديالي فوالا، ونرولي بطريقه جد وسهله. الحبه جات الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. تقدروا ديروها صغيره، تنقصوا في الميزان، في سواء في عجينه اللوز او في الحشو ديالي. شوفوا راني وليت مليح، درتها شكل دائري، شوفوا البنات فوالا. ومن بعد واش ندير؟ نحكم ناكري بلون دوري بانسو، ديرو سبيسيال. وشوفوا نصبغها هكذايا، نديرها بالبانسو فوالا. حذاري البنات ديروا عجينه اللوز جاريه، ما سينو ما تحكم لكمش الفورما. الكوبا هديه ولا الكوبات اللي عندكم، شوفوا البنات من تحت ماشي نقطع عجينه اللوز، شوفوا نحطها هنا في الكف تاعي باش ما تغلبنيش، وندير نقسم الحبه على تنين، نزيد منا نزيد نقسمها على 4، ونزيد نقسمها على 6، ونزيد نقسمها على 8. شوفوا قسمتها على 8 حبات، على 8 انصاف هكذايا. هذا هو شكل الثومه تاعي. نحكمو دونتيل، ديرها في لاكيسيت تاعها فوالا. شوفوا البنات الثومه تاعي كاش جات فوالا، شكل الثومه. نحكم لاتيج تاعي، نقص لها شويه، شوفوا انا درتهم طوال، نقص لها شويه. قولوا لي علاش، باسكو لداخل الحشو راهو كونجي، لو كان دخل هذيك لاتيج طويله ما تدخليش لداخل وتكسر لي الحبه تاع الثومه. ايبا شوفوا هكذا ابان وقفت الورقه تاعي. نحكم من فلور فوالا، ونحاول ندير لا فلور قدام الورقه تاعي. هذه هي حلوه الثومه، ان شاء الله عجبكم الديكور تاع لا فلور هذه. شوفوا كاش جات، حلوه جزائريه معروفه في الاعراس تاعنا فوالا. ديجا اني خدمت حبه، شوفوا البنات شحال جات شابه. عمت نديرها لا فلور اون روج باسكو تاع تخرج ابنتي اكرام على بركه الله. تقدروا توسوا لي فلور باي لون حبيتوا. نزيد نخدم معكم حبه البنات، نضغط فوالا، طريقه جد وسهله. الحشو نغلق عليه، نكور هكذايا شكل دائري بالبانسو، عفوا نصبغها، ندير لها بلون دوري. نقسم الحبه تاعي هكذا على نص، نزيد على 4، نزيد على 6، ونزيد على 8. هذا هو شكل الثومه تاعي. حطها في لادونتيل في لاكيسات، نحكم لاتيش تاعي، ندخلها هكذايا بلوغ، راهي ناشفه، ونحطها هكذا. هذه هي الثومه تاعي، كمل الحبات ونولي لكم. هذا هو البنات الشكل النهائي تاع الثومه تاعي، حلوه تقليديه محضه جزائريه. درت لكم ديكور كما يقول لك من ابداعي، لي فلور هذوما بمول سيليكون. شوفوا لافي هذه الريشه كيفاش جات البنات. لا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وابوني للقناه، وبكم استمر. البنات ما ديكوريتش التومه تاعي، شوفوا كاش نحتفظوا بالتومه، نخدموها مليح هكذايا، نغطوها بابي فيلم، ما نديرولهاش لا ديكوراسيون تاع لا فلور. هذيك لا في هذيك الليله اللي نواسوا الحفلات ولا المناسبات السعيده، نبلاسيو لي فلور فاسيلمون.
فوالا شوفوا الشكل تاعها، شوفوا البلون دوري كيفاش جا. نقسم حبه معكم ان شاء الله تكون يكون هذاك الحشو دي كونجلا. فوالا شوفوا كاش نقسم، نحي لا فلور، نحي لا تيج ونقسم الحبه معكم. بسم الله راهي دابت. فوالا شوفوا البنات الحشو تاعي درته ذوق الفراز، شوفوا العجينه اللوز، شوفوا الطراوه قعدت هي هي ما انشقت ما والو. فوالا شوفوا ان شاء الله نحضركم في الفرح ان شاء الله. هادو هما حلوة التومه اللي راهي من بين الحلويات لا سوتونس تاع ابنتي اكرا. فوالا عطيتكم جميع التفاصيل، عجينة اللوز والحشو، ورابط الوصفة تصيبوه في صندوق الوصف. سلام.